سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في احسن الاحوال. تنتمنى تكونوا دوزتوا عيدكم على خير وبخير. ومعكم ربيعه الحسنويه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات، في هذا الفيديو جبت لكم واحد المحبه وتهيج وجلب بالفلفل الحار السودانيه الحاره، وبالصوره ديال الزوج ولا الحبيب ولا الخطيب ولا الطليق، المهم الشخص المطلوب اللي غديروا ليه الوصفه. تهيج خطير بزاف 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 عليك، وحتى البنات اللي باغيين منه يعطيهم الفلوس بالنسبه للزوج البخيل ولا الحبيب البخيل، حتى هو ديروا ليه هاد الوصفه. هذه فيها محبه وجلب وتهيج، وفيها غادي يبدأ يعطيك الفلوس ويولي سخي معاك ويمد ليك اللي في جيبه، يمدو ليك بلا ما يشعر. وصفة غزالة 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 البنات، والله العظيم مجربة مرارا وتكرارا ونتيجتها الروعة. تنتمنى من قلبي أنكم تطبقوها بالنسبة للبنات اللي تعاني، وحتى اللي ما تعانيوش تقدروا تزيدوا هاد المحبة. هادي الوصفة سهلة البنات وبسيطة، ما فيها حتى شي حاجة اللي صعيبه. فقط حيدوا العجز، كيف تنقول لكم دائما حيدوا العجز البنات، ونوضوا ديروا الوصفه، راه ما فيها حتى شي صعوبه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تطبقوها بالطريقه الصحيحه ديالها. والرقم ديال الواتساب هو اللي يطلع قدامكم في الفيديو وماشي في التعاليق. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، شنو عتجيبوا؟ اول حاجه عتجيبوها، عتجيبوا واحد الكاسرونه، واحد البويصرينه صغيره، تكون فيها واحد الكميه ديال الماء عادي، ترميها من الروبيني في الكاسرونه وتحطوها فوق العافيه، حطوها فوق البوطه تبخ، يعني حطوها تغلى فوق البوطه تترتفع درجه الحراره ديال الماء، الماء يولي غليان مزيان. ما تلوحوش هادشي البنات في الماء بارد، ما ديروش الماء بارد وعاد ديروها فوق البوطه، لا ديروا الماء فوق النار هو الاول، ويبان لكم الماء بدا تيطبخ، يعني بحال عنديروا به اتاي. عاد كنلوحوا، شنو كتلوحوا البنات؟ كتلوحوا الصوره ديال الشخص المطلوب، وتتلوحوا عليها السودانيه، يعني الفلفل الاحمر الحار، ضروري يكون الحار. تبداو بعد البنات يجيو يقولوا لي الا كان عندنا اللي ماشي حار. لا البنات، هذه الوصفه تدار فقط بالسودانيه الحاره. الصوره البنات قبل ما تلوحوها، الصوره ديال الشخص قبل ما تلوحوها في الكاسرونه، غتكتبوا عليها هاد الكتابه، هذه هاد العزيمه، كتكتبوا هيجت قلب فلان ولد فلانه عليا انا فلانه بنت فلانه بالمحبه والموده والهيجان. فقط البنات، هذه هي الكتابه اللي تتكتبوا على الظهر ديال الصوره. هيجت قلب فلان ولد فلانه عليا انا فلانه بنت فلانه بالمحبه والموده والهيجان. تنديروا هاد الكتابه هادي، وتنلوحوا الصوره في الماء غليان، وتنضيفوا عليها، تنكبوا عليها هاد السودانيه الحاره، يعني تقريبا عديروا واحد المعلقه كبيره ديال السودانيه. بالنسبه للبنات اللي عيدوخوا ما يعرفوش شحال الكميه اللي عيديروا في هاد الوصفه هادي، عديروا تقريبا واحد المعلقه، معلقه كبيره، عمروها ارميوها في هذاك الماء الغليان مع الصوره، وخليوها تبدا تبخ، تتبدا الصوره تغلى لكم وسط الصوره وسط الكاسرونه. وتديروا البنات، هذه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش مشكل ديال البخل ديال الزوج ولا ديال الحبيب. البنات اللي باغيين منه حتى الفلوس، غادي تاخذوا واحد الدراهم، تاخذوا واحد 5 دراهم، ولا المهم دراهم يكونوا مصرفين، يعني يكونوا كل درهم بوحدها، ما تكونش قطعه واحده، تاخذوا واحد الصرف وعترميوه في هذيك الكاسرونه حتى هو يتبخ مع الكاسرونه، مع الصوره ومع الوصفه كامله، مفهوم عليا البنات؟ وتتقراو هاد العزيمه من حد الكاسرونه تتبخ، وانتوما تتقراو هاد العزيمه اللي غنقول لكم دابا.
شنو كتقولوا البنات؟ فلان ولد فلانة، انا فلانة بنت فلانة، هيجت قلبك عليا، اللي في قلبك تعاودوا ليا، واللي في جيبك تمدوا ليا. فلان ولد فلانة، انا فلانة بنت فلانة، يعني تذكري اسمه اسم امه، وانت اسمك واسم امك. البنات اللي ما عارفينش الاسم ديال الام ديالو يقولوا فلان ولد حواء، انا فلانة بنت فلانة، هيجت قلبك عليا، اللي في قلبك تعاودوا ليا، واللي في جيبك تمدوا ليا. يعني هذه هي القرايه اللي عتقراو على تقراوها على الكاسرونه على الوصفه، وهي تطبخ، هي كتطبخ، وانتم كتقولوا هاد القرايه وتتعاودوها وتتنقصوا. بالنسبه للعافيه البنات تكون مهيله، البوطه تكون مهيله، ماشي ديروا العافيه بزاف وتبقى تجالب والما ينشف، هي شويه وتخليوها تطبخ غير بشويه عليها. ومنين كتقراوها القرايه كتمشي وترتاحوا واحد شويه وترجعوا وتقراو عليها تاني، ترجعوا ما عندهاش عدد. يعني هاد القرايه تقراوها شحال ما قال لكم راسكم، يعني نتوما المهم انها تقراوها من قلبكم. سيروا نتوما كتقضيو شغالاتكم، نتوما مره مره كتجيو تقراو عليها، المهم شحال ما بغيتو ما تنساوهاش فوق العافيه. وحتى لا نسيتوها وتحرقات شي شويه راه ماشي مشكل، يعني هي راه مخدومه غير بالنار ماشي مشكل. حتى بالنسبه للبنات اللي بعض المرات كندير الوصفات ديال الخرقه كتطبخ وتتحرق ليهم فوق الكاسرونه، تيقولوا لي ربيعه راه تيكونوا مخلوعين، تيقولوا لي تحرقات لينا، يعني بحال شي حاجه اللي خطيره. لا تخافوا من الخطر عليكم نتوما في الكوزينه ديالكم، اما هي الخرقه راه هي اصلا مديوره الحريق، يعني ما تخافوش من قضيه ديال العافيه ما فيهاش مشكل. الوصفه راه ساهله هذه كيف قلت لكم البنات، بسيطه. الكاسرونه فيها الماء غليان، تنكتبوا الكتابه في الصوره، تنلوحوها وتنلوحوا عليها السودانيه وتنقراو عليها القرايه ديالنا بدون عدد، بدون عدد. قراوها وعاودوها وعاودوها وعاودوها، تحسوا براسكم عييتوا سيروا وليو عاودوا رجعوا تاني تفكروها تاني، قراو قراو قراو، قراو 7 ولا 20 ولا 30 ولا انتي وجهدك انتي واللي بغيتي. المهم هو نتوما كتقراو نتوما من قلبكم، يعني ماشي تتفكروا في شي حاجه اخرى. اي وصفه راه تتبغي تركزوا معاها وتكونوا محضرين عقلكم معاها بقلبكم وبعقلكم، وتكون عندكم واحد النيه. هذه ضروري 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 في الوصفات، نكون عندي الوصفه تكون عندي واحد النيه ويكون عندي واحد الفرحه وواحد التفاؤل بان الوصفه راها ناجحه ليا. الا كنتو غديروا الوصفه وانتم قلبكم مزير عليكم ومقبوط عليكم وبحال شي حد تيقول لكم راكم ما عاد تخربقوا، راه ما غادا تنجح لكم والو، ما غيوقع والو، بدلوا الساعه، ما تخدموش في ديك اللحظه حتى تفوتكم هاد الحاله هادي وتحسوا براسكم منفسين وفرحانين ومتاكدين بان الوصفه، اي وصفه ما تندويش على الوصفات ديالي، اي وصفه تتبغي هكا تكوني واحد الراحه نفسيه وتكون واحد النيه في قلبك ومرتاحه وعندك اليقين ان الوصفه ناجحه وانها غتقبض فيه في البلاصه، غيقضي الله الغرض وفعلا تيتم المراد. وهذا الشيء اللي كاين البنات في هذا الفيديو. بالنسبه للصوره اللي عتبقى غادي تحرقوها والماء عترميوه في شي جريده. وهذا ما كان، شكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل والتتبع ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.